اهلا بكم من جديد المشاهدين الاحباب في كل مكان، متابعي ومشاهدي صباح الخرطوم. شكرا الزميله فاطمه يوسف، وشكرا شاعر والدقاق. احنا يمكن دي اخر فقره من صباح الخرطوم، ويعني صدفه هي كانت انه كنا احنا بنتكلم عن جمعيه اعلاميين من اجل الاطفال وحقوق الاطفال ومناهضتها وغيرها، وانه الفقره الثانيه برضه تكون لها صله بالاطفال او الصغار، عشان هم قالوا ان احنا ناس كبار وما تقولوا علينا صغار. انا سعيده جدا انه في المساحه دي يكون معي محمد حاتم احمد، عضو في فريق المبتكرين الصغار. محمد صباح الخير. صباح النور. طيب مبدئيا كده انت عمرك كم؟ عمري 16 سنه. عمرك 16 سنة نعم. وانت عضو في فريق المبتكرين الصغار. نعم. يمكن السادة المشاهدين ما عارفين حاجة عن الفريق، أو في جزء كبير ما عنده معلومة عن الفريق، عرفنا شوية عن فريق المبتكرين الصغار. طيب، فريق المبتكرين الصغار هو فريق يهتم بالمواهب اللي بتكون عند الأطفال، يعني لأنه في أطفال يعني بيكون عندهم مواهب ما شاء الله، يعني بالنسبة للإلكترونيات والتكنولوجيا وكده، ويعني المواهب دي ما مهتمين بها هنا حاليا في السودان، فعايز زول يكتشفها وزول يطورها، ودي مهمتنا كده، دي مهمتنا كفريق للمبتكرين الصغار. طيب الصغار اللي عايزين يبقوا مبتكرين، اللي عندهم مواهب زي ما انت ذكرتها، عشان ما يصلوا للفريق او ينضموا له، المفروض نعم. يعملوا شنو؟ طيب، اول حاجه مفروض هنا احنا مستهدفين فئه عمريه محدده. نعم. من كم لكم؟ اللي هي من 10 ل 16، فلازم يكون عمرك في الفئة دي، ولازم يكون عندك حب أو شغف للإلكترونيات ومعرفة المزيد عن الحاجات زي دي. فبنقوم نختار، يعني نختار ناس بننشر رقمنا اللي هو الرقم للتواصل. فبنقوم بنخلي الناس اللي بيتصلوا يدونا الإيميل والأرقام بتاعتهم. بعدين لما تكون في دورة حتبدأ ولا كده، نقوم نرسل لهم في الايميلات بتاعتهم، فبيقوموا يجوا هنا المغرب، بيكون عندنا يوم كامل كده للمعاينات. نعمل معاينات للطالب، نساله من عمره وكده، هل عنده علاقه كويسه مع الالكترونيات وكده. فبعد ذاك بنشوف اذا يلا بده تقييم للطالب كده. اذا التقييم، وبرضه بيدوك اختبار، مثلا يقول لك سوي توصيله كده، او مثلا لو كان بالنسبه لدوره بتاعت سكراتش يقول لك سوي لعبه كذا، بيدوك 5 دقائق بس، يعني كافيه تخليك تقدر تسوي الحاجه. نعم. وبعد ذاك بيخلوك ترجع، يلا بيقوموا بيختاروا من الناس. طبعا المره فاتت كان عندنا 500 نفر، يعني قدر يسجلوا كده. حاليا اختاروا منهم في الدوره دي 30. من 500 30، معناه انه المنافسه كانت شرسه. ايوه، منافسه شديده. فقاموا يلا بيضربوا لك او بيرسلوا لك في بريد الكتروني انك تجي يوم كده كده. وبعد ذاك بيجوا اول يوم، طبعا بيجوا اولياء الامور وكده، بيمشوا ينسقوا مع المدير التنفيذي لما يجوا في المغرب. بعدين بتبدا الدورات التدريبيه. أيوة. طبيعه الدورات التدريبيه شنو؟ طيب، الدورات التدريبيه دي بتكون اول دوره هي كان يعني البدابه الفريق ذاته، كان دوره عن سكراتش. سكراتش ده برنامج بتقدر تسوي بها العاب، تصمم بها العاب. نعم. فكانت الدوره اونلاين نسبه لانه كان في كورونا وكده، فكانت الدوره اونلاين، والحمد لله يعني الدوره كانت كويسه وكده ونجحت. ودي ها يعني كانت من برضو بدايات الفريق. فريق المبتكرين الصغار مما تم تاسيسه لحد الليله لو كم؟ نحن طيب علينا زي نحن بدينا شهر 12 شهر 12 الفات، فهسي 10 شهور. 10 شهور. نعم. شارك الفريق في العشر شهور دي في اي مسابقه؟ نحن من بدايه الفريق لا نحن هسه حاليا مشاركين في مسابقه عن السكراتش ذاتها، اسمها ACW، اللي هي افريكان كود ويك. دي مشاركه فيها دول افريقيه كثيره، يعني هو الاستعدادات كيف في المسابقه دي؟ والله العظيم حاليا نحن يعني الظروف ما واقفه معانا حاليا، لانه اول شيء عايزين يعني مغر، لانه الدوره حقت المسابقه حقت سكراتش بعيده عن الدوره اللسي دي. والكوتشات برضو الكوتشات ما بيقدروا يشتغلوا معانا هنا ويمشوا للناس الدوره الجديده بهناك وكده، فعندنا مشاكل وحتتعالج ان شاء الله. لكن يعني الطلاب يعني ما شاء الله جاهزين، قدروا يعني يعرفوا كيف يصمموا الالعاب وكده،
ويعني الحمد لله. المشاركين حيكونوا في المسابقة كم من الفريق؟ طيب هي أصلا المسابقة ما بالانفار بالاتيام، كل تيم بيكون فيه ولد وبنت وكوتش، فنحن حاليا أتيامنا تقريبا 10. 10 أتيام؟ نعم. متاحين في المسابقة تشاركوا بعشرة أيام؟ هي هسه نحن طبعا يعني من المسابقة ذاته يعني نحن زي عددنا أصلا المفروض نحن نكون 20 تيم، لأنه باقي البلاد كلها 20، وفي ليبيا برضه مشاركة معنا زينا أول مرة كده عندها 30 تيم، فنحن ناقصين كثير. نحن كان المفروض هسه يعني نكون، لكن كان المفروض نكون يعني جهزنا أيام كثيرة، لكن ما لقينا ناس يعني يسجلوا كده للمسابقه وبيعرفوا سكراتش يعني من زمان يعرفوا يشغلوا كده. يمكن ده لانه الفريق لسه حديث ويا دوب له زي 10 شهور. ايوه. طيب الفريق لما قام ولما اسسوه كان الهدف منه شنو؟ طيب كان الهدف منه انه يطلع اطفال عشان يعني يقدروا يتعاملوا مع الالكترونيات والكذا، عشان بعدين ينافسوا في الدول مع الدول البرة، يعني يشاركوا في المسابقات الخارجيه، لانه ما ممكن نفس التيم ثاني يشارك المره الجايه ثاني يشارك. فاول تيم شارك هم بس حاليا هم بالنسبه لنا مدربين، يعني بيعلمونا عشان نحن برضه ثاني نشارك، وبعد ذاك نحن ثاني بنعلم. ايوه كذا. الانجازات العمل الفريق يعني من ما يوم يتاسس لحد الان. طيب واحدة من الإنجازات العمل الفريق أنه يعني أتاح فرصة كبيرة للناس يعني اللي عندهم مواهب وكده في فترة الإجازة دي، أنه يستغلوا الفرص دي ويقدروا يطوروا فيها نفسهم أثناء الإجازة. ويعني كان في مدارس اسمها مدارس الموهوبين، يعني كان فيها زحمة شديدة وكده، يعني الموهوبين دي للناس ما يعني ما زي المدارس العادية، يعني زي مستوى معدل ذكاء وما أعلى. أيوة. يلا بيكتش يلا بتاعت ناس موهوبين، فبيقوم كان يعني كان فيها زحمة كثيرة وفي ناس ما قدروا يسجلوا وكده، فشنو يسجلوا في الفريق، يسجلوا هنا في الفريق. يعني الزحمة خفت. القائم على أمر فريق المبتكرين استقار منه أو الجهة التي بيتبع عليها يعني؟ طيب نحن ما تابعين لي يعني لجهة معينة. لا. من هو القائم على أمر الفريق طيب؟ طيب في الإدارة عندنا المدير التنفيذي طبعا معروف كوتش محمد محجوب. وبالنسبة للجانب الإعلامي يعني بينه وبين القنوات الإعلامية ده المنذر أحمد عطية. والبقية بيكونوا في الإدارة التنفيذية يعني اللي تحت كده. وين مقر الفريق؟ مقر الفريق هنا في المقرن، جنوب شرق عمارة زين. يعني احنا عايزينك هسه حاليا يا محمد تذكر ارقام التواصل بتاعتكم عشان في موهوبين سقار كتار حاليا بيشاهدوا فيك وعايزين يصلوا للفريق وممكن يكملوا لكم التيم. طيب بس انا حاليا ما حافظ ارقام التواصل، يعني دي بنكون نحن عاملين لها بوست كده في الفيس وكده. طيب الصفحه الرسميه لكم على الفيسبوك شنو؟ هي فريق المبتكرين الصغار مكتوبه كده. تمام، عشان الناس تقدر تتواصل معك. طيب رساله اخيره، عندك رساله توجهها للمسؤولين انه يساعدوكم؟ عندك رساله بتوجهها يعني للمبتكرين الصغار لكذا؟ طيب رسالتي اللي بوجهها انه للمبتكرين الصغار يعني يمكن على الشاشة في صور، الصور دي كانت 200. طيب الصور دي كانت الدورة اللي فاتت، دورة الأردوينو والإلكترونيات اللي فاتت. دي هل كان شاركنا يعني نحن، أنا كنت فيها يعني متدرب. عملنا فيها مشاريع، كانت يعني منافسة بين 4 أيام. طبعا ذاك أنا هيك المنافسة كانت رئيسية. ايوه. وديل نحن كان مشينا رحله لعفره. كان كلنا كده، كانت لمه ظريفه. دي كلها حاليا صور عفره. ودي كان مشينا هنا منتزه الطائف. كان برضو جونا ضيوف الفريق المشهور في التيك توك دي جي دستر. ايوه. وهنا كنا مستضيفين في اذاعه ساهرون. دي كانت دي يعني ودي هنا الغاعة اللي نحن بيدرسونا فيها وكده.
واحدة من الدورات التدريبية. نعم. دي الدورة اللي فاتت. دي هنا كانوا مستضيفينهم في قناة الشروق. دي الناس الفريق الفاز، التيم الفاز في المسابقة اللي كان عملناها آخر واحدة. أيوة. طبعا باقي الفيديوهات كلها عفرة. ده دلالة على انه الفريق بيعمل لكم انشطة اجتماعية يعني حتى غير المسابقات والجانب بتاع التنافس في نحن في طبعا الالكترونيات. كنا في الفريق ده يعني نحن كنا اخوان اكثر مما اننا زملاء وكوتشات وكذا، يعني كنا اخوان اخوان بمعنى الكلمة يعني. دي يمكن الاحتفالات اللي كانت بالنجاح. نعم بالمتفوقين. ده كان اول مسابقه لنا. نعم. ف لحظه الاعلان. ايوه لحظه الاعلان. عن كان الاحساس شعوره هو يعني طلع الفائز منه؟ والله نحن ما اصلا هي المسابقه كانت يعني في الكورس بس يعني ما في مشاركات من جهه ثانيه، فكنا كلنا فرحانين لبعض يعني، قلنا كان فوزنا نفوز مع بعض، كان خسرنا نخسر مع بعض، في النهايه نحن مع بعض. اكيد. نعم. الرساله اللي انت بتوجهها يمكن للمسؤولين، انت من قبل قلت عندكم مشاكل في الفريق عايزينها تتحلى، ممكن يعني احنا بنفرد لك المساحه انه توصل صوتك. اوكي طيب، انا يعني بتمنى يعني انه يعني وزاره التربيه والتعليم يعني تهتم بالحاجات الزي دي، يعني الدورات الصغيره اللي بتكون يعني مهمشينها وكده، دي يعني لو ادوها اهتمام ممكن تبقى حاجه عالميه كبيره يعني. وبالنسبه لرسالتي للمبتكرين الصغار، مهما حصل مهما كانت الظروف ما توقف عن اللي انتوا بتعملوا فيه، لانه دي انتوا الحاجه اللي بتحبوها، ويعني لو انتوا يعني حسستوا الناس انكم انتوا يعني ما عايزين الحاجه دي وكده بيجوا بعديكم يعني ما حيحبوها كده. فرسالت لكم انكم واصلوا وحاولوا تجتهدوا في الحاجه دي، ويعني مهما كانت الظروف صعبه لازم نتخطاها، والشدائد مصنع العظماء. يا سلام عليك. طيب محمد حاتم، انت قبل قلت لي انه احنا عندنا حاليا بعض المشاكل وبعض العقبات اللي احنا عايزين نتخطاها، ممكن يعني نحاول نتعرف على العقبات اللي بتقابل فريق المبتكرين الصغار حاليا شنو؟ اوكي هسه حاليا يعني نحن حننقص كثير بالنسبه للمسابقه حقت دي، مشكله العدد في الاتيام. نعم، لانه في ناس فينا ممتحنين ثالثه طبعا ونازلين بكره، منهم انا وهنا معايا الكوتش خالد رشاد. وثاني من المشاكل اللي واجهتنا انه نحن حاليا عايزين مغر عشان يكفي ال30 الجداد، ويكفي معاهم الناس المشاركين في الاسبوع الافريقي، ويكفي معاهم برضو المتقدمين. دي يعني المقر ما سعته ما بتشيل كل الناس. اي سعته بتشيل كل الناس. فنحن حاليا يعني نحن يعني عندنا مغر في الطائف لكن لسه ما جهز، فلما نجهز بننتقل هناك. وبرضه واحده من المشاكل اللي كانت مواجهانا في الدوره اللي فاتت انه يعني كانت المعدات يعني ما كانت يعني بكفاءه كويسه كذا يعني نقدر نحن نستخدمها في صنع الروبوتات وكذا. دي كان من المشاكل المعدات. حاليا اتوفرت لنا المعدات يعني، فبقينا في المشكلة العددية. طيب انتم ما حاولتوا تغطوا النقص بتاع العددية بانكم تكثفوا الاعلانات، ترقبوا المبتكرين الصغار في انهم ينضموا لكم، او تنزلوا اعلانات ولايفات عبر الصفحة بتاعتكم عبر الاعلام تناجدوا الصغار المبتكرين؟ طيب يلا، دي واحدة برضه من المشاكل اللي مواجهانا، انه الزول الماسك الاعلام في الفريق برضه هو ممتحن ثالث، توسي هو سافر وفي سنار يعني. فاسين احنا يعني ناقصين من الناحيه الفنيه، ناقصين يعني كوتشات، ناقصين برضه مدربين. وسي حاليا شايف اختار واحد برضه ممكن يبقى بالنسبه لنا الهناي المدير الاعلامي بالنسبه للهناي للفريق. ايوه. فنحنا
يعني بنحاول أسي بنحاول نجهز في المغر الجاي اللي حنمشي له. هو المغر هناك حيكون في الطائف، حيكون يعني قريب للناس اللي في الخرطوم كلهم، لأنه في النص كده بالنسبة لهم. بس العشر أيام المشاركة في المسابقة القادمة أكيد هم الآن بيشاهدوا فيك، فتقول لهم شنو؟ طيب بقول لهم أنه يعني شدوا حيلكم لأنكم حترفعوا اسم السودان إن شاء الله. وبعدين يعني المسابقة دي ما على مستوى محلي، على مستوى يعني أفريقي يعني، فعشان كده ما تخذلونا وحاولوا ترفعوا اسم السودان. أنتم إن شاء الله قدرها مهما حصلت استمروا. محمد حاتم، مشاركتك في الفريق المبتكرين الصغار والدراسة الأكاديمية، الحاجة دي ما أثرت على دراستك؟ لا أبدا، لأنه أنا كنت مشارك المبتكرين الصغار، ما قاعد يعني الفريق ما قاعد يشتغل في أيام الدراسة ولا كده، بيشتغل في الإجازة. حاجة موسمية يعني. نعم. طيب أنت من زمان مهتم بمجال الإلكترونيات والتطوير وكذا، يعني الأهل دائما في البيت إنه خلي الكمبيوتر وامشي أقرأ، فأنت دي ما واجهتك؟ والله يعني واجهتني حبة كده، لكن هم لما لقوا أن الحاجة دي يعني ممكن تبقى لي يعني حاجة كبيرة في المستقبل، فدعموك يعني فيها؟ نعم دعموني فيها. أول زول دعمك منه أو آمن بأنه أنت يعني مبتكر صغير؟ والله يا أخ ما بقدر أحدد كلهم يعني، أنا كان قعدت معهم مع أهلي في البيت كلهم، قلت لهم يعني أني أنا عايز أسوي الحاجة دي. يعني ده شغفي وانا شايف انه عندي فيها موهبه وبقدر يكون يعني بيكون عندي فيها مستقبل لي قدام. فقامهم كلهم دعموك. نعم. محمد، نحن كنا سعيدين جدا انك كنت ضيف معانا، وبنتمنى لكم التوفيق انت وكل فريق المبتكرين الصغار، وبنتمنى انه المره الجايه لما نستضيفكم بكرنفالات الاحتفالات وانتم راجعين من المسابقه ومحرزين المرتبه الاولى. ان شاء الله. وانا ذاتي سعيد يعني لاستقبالكم لنا في قناه الخرطوم، وسعيد يعني بتواجدي معاكم هنا في الاستوديو، وشكرا. شكرا لك. شكرا محمد حاتم احمد، عضو فريق المبتكرين الصغار، ويمكن دي من الظواهر الصحية جدا اللي ظهرت على المجتمع، فريق المبتكرين الصغار وغيره من يعني الفرق الأخرى اللي بتتبنى مواهب الأطفال الصغار وبتحاول إنها تنميها. مشاهدينا بكذا تكون تكاملت فقرات صباح الخرطوم لهذا السبت، إلى أن نلتقيكم في صباحات أخرى، في أمان الله.